وبعرف انه مثل هالوقت دايما كل نهار ثلاثة وخميس بتكونوا ناطرين لحتى تتصلوا بكارمن ضمن زودياك. رح ننتقل لعندها فورا. بس الثلاثة شو بس سوري بعتذر كارمن بس الثلاثة انا عم بعمل دعايه اكثر الثلاثة لكن انت حتى هيك اشتقوا لها من اسبوع لاسبوع زودياك وكارمن. صبحكم بألف خير. صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف شادي. اتصالاتكم مباشرة على الهواء كل نهار ثلاثة مثل هيدا الوقت، ويلي ما بيأدي الوقت ما بيقدر يتصل فيني بقول له بليز فيك تتصل فيني بكرة على إذاعة الشرق بين الساعة 12 والساعة 1. يعني ألو كارمن برنامج اللي هو على إذاعة الشرق كمان كان نهار الخميس، انتقل وصار نهار الأربعاء بين الساعة 12 والساعة 1. إذا اتصالاتكم مباشرة على الهواء، بتقدروا تراسلوني زودياك @كارمن @future.com.lb. رح اخذ ايميل قبل ما يوصل اول اتصال من سامي. سامي خلقان ب 3 ديسمبر 88، عطيني ساعة الولادة، بده يعرف عن الشغل المصاري وعن الحياة العاطفية. خلينا نشوف سامي شو قصته. بالنسبة لك يا سامي، طبعا اول شيء لانه عطيني ساعه الولاده سامي بقدر اشتغل على تشارت. لما بقدر اشتغل على تشارت معناتها في عندي الامور العاطفيه، امور الشغل كلها مبينه قدامي، الشهره شو في عندي، كل شيء تقريبا مقسم، بيت المال كمان موجود. سو بالنسبه لك الاجابه نوعا ما رح بتكون شوي سهله. اول شيء بتطلع عند سامي يلي هو طبعا مواليد برج القوس، عنده كوكبين موجودين برج العقرب. دايما بدي اطلع بدي اشوف اذا اي انسان بيتصل فيني، اي شخص بيعطيني تاريخ الولادة، اول شيء بدي اطلع على برجه، بدي اطلع اذا في عنده اي كوكب موجود ببرج العقرب. ليه؟ لانه برج العقرب هلا في عنده كوكب زحل، ومطرح ما بيكون كوكب زحل بيحمل شوية تقلبات وتراجع. مر عليك كتير قصص بالسنة 2013 2014، نوعا ما كنت عم بتصلح اخطاء 2013. انت مواليد برج القوس، زحل بيطلع من برج العقرب لبرج القوس لكن في مسافه ليوصل لبرجك، وبالتالي في عندك سنه 2015 سنه ضروري تحسن وضعك، ضروري تحسن اوضاعك وتشوف كيف بدك تنتبه لشغلك ولحياتك. بس لما يوصل لبرجك بسنه 2016 هو بيقرب صوبك بخلال 2015، ويمكن تحس بلدعتها مثل ما نحن بنقول. سو خلينا نقول انه سنه 2015 سنه لحتى تنتبه لاوضاعك ولحتى تتجنب اي مسائل مهمه. الحلو عندك انه شايفه في مصاري، شايفه في تغيير بالشغل للافضل او مطرح ما انت الى تحسن، وشايفه عندك بسنه 2015 و16 شايفه قصص عائليه منزليه حلوه كثير، بتتفوق بتتقدم ويمكن تشتري بيت او تبني عائله وصير عندك عائلة حلوة. الشيء يلي بيشجعني اقول لك انه انت انسان نشيط جدا، تقدر توصل الى موقع كتير عالي بحياتك المهنية، عندك المريخ باعلى نقطة بالدائرة الفلكية. الشيء اللي ما حببته انه عندك المشتري بدرجة 29 تورو، في عندي مواجهة من زحل اللي موجود باخر درجات سكوربيون، وبالتالي في احتمال انه اي رزقه عم تشتغل عليها احتمال انه تعذبك شوي لحتى توصل لها، وذلك في شهر نوفمبر، شهر حزيران 2015 وشهر سبتمبر 2015. نهى تفضلي. تفضلي نهى. يا اهلا وسهلا. بدي اعرف عندي انت 12/2/87 الساعة 8 وثلث المساء في المغرب. أي تاريخ؟ حدا سمع؟ 12/2. نعم. 1900. 12/87. نعم، أي ساعة؟ الثامنة وثلث يعني 20 دقيقة المساء بالمغرب. اوكي، اعطيني بس شو بدك تسألي؟ عن السنة 2015 كيف تكون عليها وعن الشغل. اوكي شكرا. ممكن. اوكي شكرا لاتصالك.
شكرا لاتصالك من المغرب. اوكي شكرا لك. هلا القمر الحلو الموجود باول درجات 0038 اسد بالنسبه لها لبنتك هيدي اللي كانت لازم تحملها النقل النوعيه اللي لها علاقه بالحياه العاطفيه، يعني كان في زواج، اذا هي متزوجه كانت لازم تحتفل بحدث كثير حلو عندها بعائلتها، انتقال الى بيت جديد او يمكن حتى ترتبط اذا منا مرتبطه. الشيء اللي نوعا ما بيقول لي انه بعد في فرصه ثمينه حلوه ثانيه ناطرتها بال 2015 هي برجي اللي هو الدلو، الدلو بسنه 2015 عنده فرص ثمينة وحلوة وجيدة للارتباط حتى مهنيا إذا بتشتغل. يلي موجود بالنسبة لها تقريبا بشهر 5 شهر 6 يعني ماي جوان وجويه هن 3 أشهر معقولة بالنسبة لبنتك يحملوا لها ارتباط وتقدم، لكن بنتك إنسانة شوي مترددة بتحتار أحيانا وبالتالي معقولة تضيع عندها أكثر من فرصة. ليلى تفضلي. الو بونجور كرم. يا اهلا وسهلا. انا مواليد، بدي اسال عن حالي. نعم. 6 تشرين الثاني. 6 تشرين الثاني. 54. ما بعرف اي ساعة. شو حابة تسألي؟ عن صحتي وعن الأحوال المادية ما اللي معروف. عن صحتك والأحوال المادية. متزوجة حضرتك؟ إيه نعم. نعم، يلا. شكرا لاتصالك، خلينا نشوف شو اللي ناطرك. انا اللي ببين عندي ما غريب تكون عم تسالي عن الاوضاع الصحيه، لانه برجك طبعا مواليد برج العقرب، صار لي فتره عم بحكي وعم بنبه مواليد برج العقرب، كنتوا بتقدروا تتابعوا زحل بكتابي سنه 2014 وبتعرفي انه زحل نوعا ما سبب عندك كثير تقلبات ومشاكل وقلب الدنيا عندك فوقاني تحتاني. إذا صار شيء مفروض يكون له متابعة، إذا ما صار شيء ومرقت القصة على خير اتس اوكي ماشي الحال. بعد في عندك شهر تشرين الثاني معقول يحمل لك خبر أو ظرف منه هالقد إيجابي، بعدين الأمور بتصير نوعا ما أفضل. عندك رزقة كثير كبيرة بتموز، خليني أقول لك بشهر تموز 2015 هو الشهر الأفضل بالنسبة لإلك. صحتك بدك تنتبهي لها، عندك القمر موجود بالدرجة 8 حوت، يعني انت من الاشخاص يلي فيك تتابعي بكتابي كوكب نبتون كانك مواليد 27 و28 شباط، كانك مواليد برج الحوت 27 و28 شباط، بتقدري تعرفي ايمتى تاثير نبتون على القمر عندك بيحمل تقلبات مش هينه. اذا فيك بكتابي مواليد 27 و28 شباط، 27 28 شباط، اتابعي حركة نبتون، تعتبري حالك انت من مواليد برج الحوت. ناخذ ندى. بونجور مدام كارم. يا اهلا وسهلا. انا 22/4 1991. نعم. هالاربعة العصر. نعم. انا مخطوبة، بدي اعرف عن الزواج والسفر والعمل. بس ما فهمت منك 22 ولا 28؟ 22. ما انا ما عم ترجع تعيدي لي بنفس الطريقه. 22 بليز، حدا يساعدني. اوكي شكرا. يلا عن الزواج، عن الزواج شو قلتي لي؟ شكرا لكم. اوكي بالنسبه لك حابه تعرف انها مخطوبه، حابه تعرف اذا في، شوفي اذا في زواج في شيء كثير حلو، في شيء كثير حلو. القمر 15 ليو، ما بعرف ليش عم تسال عن الزواج، خايفه انه ما يصير زواج او شيء، بس انا بقول لك انه في شيء كثير حلو وكثير مهم بشهر ايار. شهر ايار بال 2015 هو الشهر يلي ما بعرف اذا انت عامله مبرمجه الزواج لهذا التاريخ، بس انا مبين عندي انه في شيء كثير مهم. صحيح في زواج عندك ما تعتلي هم، اذا حابه ترجعي تتصلي فيني قبل شهر ايار نرجع نحكي اهلا وسهلا، لكن ما تعتلي هم، انا مبين في عندي اشياء حلوه وجيده. اخر اتصال. الو. اوكي اوكي خلينا نشوف اذا فيني بعد حد
ايميل، خلينا نشوف. انا اسمي ندى، مواليد شهر 7 يوم 5 وسنه 1965. خلينا نحط ندى. ندى يوم 5 شهر 10 سنه 1965. حاطه خلقاني الساعه 3 صباحا. اوكي، حابه تعرف عن موضوع الارتباط وهي ارمله. اوكي، خلينا نشوف سحر فروم ندى. اوكي، خلينا نشوف شو اللي موضوع بالنسبه لك. حابه ترتبطي؟ عم تسالني اذا حابه ترتبط. بقول لك شهر اكتوبر شهر ما بيحمل ارتباط، بيحمل بالعكس جفا، بيحمل بعد، ابتعاد، بيحمل نوع من انفصال. فبالتالي شهر اكتوبر اللي رح يخلص بدنا نتركه يمروا على سلام. هل يا ترى في عندك ارتباط؟ لحتى جاوبك بسرعه، ايه، اذا في شخص بحياتك مهم وفعلا عنده النيه انه يكون في زواج، بقول لك انه في اخر سنه 2015 ومطلع 2016 بيحملوا لك الارتباط يلي انت بدك اياه. هذا كان اخر ايميل واخر اتصال لليوم. بتمنى لكم نهار كثير حلو دائما برفقتنا. عوده لعندك غاده. ميرسي لك كارمن، لكن خلينا نرجع نذكر كل نهار ثلاثه زودياك ويوميا كارمن مع كل الحظوظ والابراج، بدون ما نطلب منك دائما هيك توصيه انه كل يوم يكونوا حلوين كارمن، بليز. يكونوا كل يوم يكونوا حلوين؟ رح ناخذ بريك كمان مره ونرجع نتابع، خليكم معنا.